والآن إلى حدثنا الرئيسي والجلسة المنتظرة للاستثمار في الصناعة. أدعو معالي الأستاذ بندر إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية. أدعو أيضا سمو الأمير سلطان بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي صندوق التنمية الصناعية السعودي. سعادة الأستاذ عبد الرحمن عبد الله السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. سعادة المهندس خليل إبراهيم بن سلمة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية. وأخيرا سعادة الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاستيرادي والتصدير الصناعي. يا مرحبا وسهلا. أنا ما عليك. الكثير من الأسئلة وصلتني عبر الباركود فتحملنا الله يحفظك. نبدأ هذه الجلسة معاليك وضيوفنا الكرام بسؤال رئيسي. 4 سنوات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، هناك كثير من التحديات واجهتموها، أيضا المبادرات التي أطلقتموها، لكن السؤال الذي ممكن أن يطرح الآن: ما هي أبرز 3 ممكنات قدمتها منظومة الصناعة في السعودية للقطاع الصناعي سواء الخاص أو المستثمر القادم من خارج الديار؟ تفضل. شكرا وسعيد مرة ثانية أن أكون معكم. أنا كنت في الطرف الآخر، يعني كنت من القطاع الصناعي وكلكم تعرفون هذا، ويمكن أهم نقطة أبغى أركز عليها حقيقة بأنه اليوم الرغبة لدى الحكومة والقيادة بدعم القطاع واضحة، يعني الموضوع هذا ما هو موضوع نقاش. موضوع نقاش هو كيف يتم الدعم، كيف تتم المساندة. ويمكن كثير من الأشياء اللي يعني إجابة على سؤالك، كثير من الأشياء اللي صارت هي حقيقة بدأت من القطاع الخاص، بدأت من اللجنة الصناعية في الرياض واللجنة الصناعية الوطنية، استطاعت أنها تصمم حلول، أخذت في عين الاعتبار التحدي والمشكلة، وأيضاً أخذت في عين الاعتبار كيف ممكن رسم الحل المناسب الذي تتبناه الدولة. ولذلك اليوم ولله الحمد كثير من الأشياء اللي صارت هي عمل مشترك. ولذلك أرجع أؤكد على أنه مهم جداً أنه الحلول تكون من القطاع الخاص. واليوم يمكن ذكروا الزملاء في الاستراتيجية نفسها وفي حوكمة الاستراتيجية دور القطاع الخاص واضح، والمجالس القطاعية دورها واضح، وجود تجمعات تمثل قطاعات جدا مهم. يعني لما نشوف اليوم شركات السيارات قبل قليل عدد من الشركات يشتغلون مع بعض، يشتغلون مع الحكومة لمساعدتهم في التحديات اللي تواجههم في طرح الأفكار، الحكومة تبي تتبناها بشكل سريع. لكن عودة للسؤال، المستثمر، وأنا كنت مستثمر في يوم من الأيام، يبحث عن 3 أشياء: يبغى يربح، وده لا يبغى سعد، يبغى نمو، ويبغى يقلل من المخاطر. هذه 3 أشياء يمكن زملائي يعرفون تماماً أنه هذا الشيء اللي نشتغل عليه. لذلك فيما يتعلق بالربح، الربح يتحقق كيف؟ يتحقق عندما أنك تكون عندك سوق جيد، منافسة عادلة، وأنظمة وتشريعات واضحة، واشتغلنا على هذا. الأدوات اللي موجودة في المحتوى المحلي اليوم حولت مصانع من مصانع كانت مشرفة على الإفلاس والإغلاق إلى مصانع أصبحت اليوم تنمو وتكبر، وكنتيجة لقدرتها على البيع والنمو في السوق السعودي استطاعت اليوم أيضاً أنها تصدر، بل إنه بعض الشركات العالمية بدون ما أذكر أسماء قالوا لي إن في يمكن في عام 17-18 كانوا بيسكرون. اليوم مصانعهم اللي بنيت في المملكة لتغطية طلب محلي اليوم أصبحوا يستخدمونها لتغطية الطلب في المنطقة ودول أخرى.
فكل اللي سويناه الحقيقة يعني يهدف إلى أنه النمو، طبعا النمو جاي من النمو اللي صاير في المملكة، نمو كبير في كل القطاعات، قطاعات جديدة اليوم تنشأ يا أخوان. قطاع السياحة تقريبا يعني يعتبر قطاع جديد إلى حد كبير، فيه يعني كثير من الفرص. قطاع الترفيه، قطاع التعديل أيضا يعتبر إلى حد كبير قطاع جديد. وتخفيف المخاطر، تخفيف المخاطر هو تحمل الدولة كثير من الأعباء. يمكن الإخوان في أزوزو يمكن مثال، ولو أنه كان قديم لكن كمثال أحد الأمثلة اللي نفكر نحن نسوي زيها، أنه دخلوا في اتفاقية مع مدن وبني المصنع كامل وتم استئجاره من مدن. مثل هالأمور تخفف أيضا العبء الاستثماري من جانب وتخفف المخاطرة من جانب آخر. أضف إلى ذلك أنه الصناعة، وأنتم كلكم صناعيين يمكن تعرفون يعني مشاكلها واجد ما يمكن حصرها، لكن الشيء اللي على الأقل اليوم الصناعي لما تواجه مشكلة يعرف وين يروح، سواء الوزارة أو الجهات الأخرى أو حتى اللجان اللي احنا ذكرناها يعني شرح المشكلة والتعامل معها. بنك التصدير والاستيراد أقدر أعتبره من أهم الممكنات اللي انخلقت في خلال الفترة الماضية. واللي يتذكر منكم ترى البنك أنشئ في شهر 4/2020 في قمة أزمة كورونا، ومع ذلك الدولة لم تتردد في أنها تنشئ بنك للصادرات في ظل أزمة كورونا. هذا دليل على أنه نظرتنا طويلة الأجل، نظرتنا هو يعني مساعدة القطاع، والأحداث الآنية لا تؤثر على يعني نظرة المملكة بأي حال من الأحوال. يمكن شفتوها بشكل كبير. يمكن أقدر أقول أنه ثالث شيء الحقيقة هو وجود الاستراتيجية. يعني غياب الاستراتيجية كان تحدي، وجود الاستراتيجية هو فرصة كبيرة جدا، أعطت فرصة للناس أنهم يعرفون وين الاتجاه، كيف ممكن يفهمون كل مشروع. اليوم الأمثلة اللي ذكرها الزملاء يعني دليل واضح على أنه هذه أشياء يتعطشون لها الناس. لما المستثمر يعرف حجم السوق، نوعية الاستثمار المطلوب، نوعية التكنولوجيا اللي أنا أحتاجها، ما هي الأسواق يعني الرديفة أو المكملة اللي هذه، أعتقد يعني أساسيات كانت تغيب، اليوم الحمد لله موجودة. وما في شك يعني ما أبغى أترك أي من الجهات الثانية، كل الجهات الحقيقة داعمة. هو الصندوق الصناعي طبعا 50 سنة في خدمة القطاع، المدن الصناعية سواء الهيئة الملكية لجبال ينبع أيضا 50 سنة، أو مدن أو غيرها. فالمنظومة اليوم مكتملة حقيقة. يعني اليوم ما أستطيع أني أفكر في شيء ينقصنا إلا أنه العمل على تنفيذ المشاريع بإذن الله. وضحت الصورة، شكرا مع الوزير. أذهب إلى قصة النجاح التاريخية في السعودية، صندوق التنمية الصناعي، الأمير سلطان بن خالد السعود الرئيس التنفيذي. أود أن ونحن على مشارف نهاية 2023، ودي لو تشرح لنا أو تقدم لنا نبذة عن ما قدمه الصندوق الصناعي في هذا العام، تحفيز، تمويل، أيضا تقديم النصح للقطاع الخاص. تفضل. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشكر والتقدير للجنة الصناعية بغرفة الرياض على التنظيم والاستضافة. يمكن أعطي نبذة بسيطة عن عام 23، بعدين إذا في فرصة أعطي نبذة أوسع تاريخيا. يمكن في العام 2023 ولله الحمد حتى اليوم اعتمد صندوق التنمية الصناعي قروض ب 12.7 مليار لمشاريع تبلغ إجمالي استثماراتها 50 مليار ريال. النوعي والمختلف أيضا خلال هذا العام، يمكن من ال 12.7 مليار 2.5 مليار وجهت لتمويل احتياجات رأس المال العامل، دعما لشركات القطاع الصناعي طبعا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والقطاع طبعا يتأثر بشكل كبير واحتياجاته لرأس المال العامل كبيرة. إضافة لذلك وبعيدا عن هالأرقام، بدأ الصندوق من النصف الثاني من العام بتقديم برنامج بالمشاركة مع أحد البنوك التجارية وهو بنك الرياض بشكل تجريبي. ولله الحمد حتى الآن اللي استفادوا من البرنامج من ناحية تمويل احتياجات رأس المال العامل بشكل غير مباشر تصل إلى 3.4 مليار، ونأمل إن شاء الله أنه يتم مضاعفته
خلال الفترة القادمة المقبلة. جميل. أرقام مهمة وحقيقة تبرز عملكم الأكثر من مميز في هذا العام. أذهب إلى الدكتور نايف الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي. كنت سأسأل، العمر هذا البنك يعني لم يتجاوز 3 أعوام، لكن واضح كان هناك إقبال من القطاع الخاص، كيف تقيمون هذا الإقبال؟ أيضا كما ذكر معالي الوزير، بعد كورونا تحديات هائلة واجه العالم، السعودية كانت واحدة من الأمثلة الناصعة على مستوى اقتصادات 20 في الثبات والارتفاع، وأيضا ربما تجاوزت العديد من هذه الدول في الناتج المحلي وأيضا ارتفاعه. تعطيني هذه النبذة طبعا. شكرا أخ حواض، علاوة على ما تفضل به معالي الوزير وسمو الأمير السلطان، بنك التصدير والاستيراد السعودي يلعب محور رئيسي وجوهري في تحقيق رؤية المملكة والقطاع الصناعي تحديدا، والاستراتيجية الوطنية للتصدير متمثلة في الصادرات الصناعية. طبعا لو نجي للاستراتيجية الوطنية للصناعة نجد فيها مستهدفات. العام الماضي وصلنا إلى 253 تقريبا مليار ريال صادرات صناعية، نصل بإذن الله إلى 2030 557 مليار، وإلى 892 مليار في 2035. أكاد أجزم بالمعايير اللي الدول اللي عندها بنوك تصدير سابقة بدون توجه الصناعيين إلى قطاع التصدير بيكون في تحدي كبير للوصول إلى هذه الأرقام. يجي هنا دور بنك التصدير والاستيراد السعودي. البنك وجد بدعم سخي من الحكومة وإشراف من قبل معالي الوزير وتكامل من المنظومة وبقية الجهات الحكومية. في أي مصنع يرغب في البدء في التصدير أو مصدر عنده بالأسواق الحالية أو يواجه تحديات من الصمود، بل يتوسع إلى السوق اللي هو موجود أو أسواق أخرى، ما وجد بنك التصدير إلا لنقف بجانب المصنع والمصدر جنب إلى جنب وخلف هذا الهدف. جميل. الاقتصادي رائع. في السياق نفسه أذهب للرئيس أو الأستاذ عبد الرحمن السماري، رئيس تنفيذي هيئة المحتوى المحلي. هناك دائما حديث في كافة القفزات الاقتصادية التي شاهدناها في نمور الآسيوية، في دول مثل الهند، مثل فيتنام، حتى بنغلاديش مؤخرا، كان العائق الوحيد التشريعات. في السعودية أعتقد أن هناك عمل كبير قدم في السنوات الماضية في هذا الصدد، تحكي لنا عن أفضل أو أهم ما قدم في هذا السياق، سياق تشريعات وتسهيل عملية الاستثمار في الصناعة في السعودية. أولا مسيكم الله بالخير وأشكر الزملاء شركانا في غرفة الرياض واللجنة الصناعية على هذه الدعوة. طبعا يمكن زي ما تفضلت، الرؤية جاءت في 2016 بالمحتوى المحلي كركيزة مهمة للتحول الاقتصادي، وكان من ضمن النتائج هو إنشاء الهيئة. يمكن أحد أهم الأشياء اللي عملت عليها الهيئة هو إيجاد الإطار التنظيمي للمحتوى المحلي من ناحية وضع الأدوات والسياسات اللي راح تمكن من توجيه الطلب المحلي نحو الصناعات والخدمات الوطنية. ويمكن الأداة الأولى اللي عملنا عليها هي عملية المشتريات الحكومية اللي انبثق منها لائحة لتفضيل المحتوى المحلي. هذه اللائحة احتوت على عدد من الأدوات والآليات اللي تساهم في تمكين الصناعات المحلية من الدخول على الطلب المحلي والحصول على حصة جيدة. ونظرنا أيضا إلى النتائج اللي انعكست بشكل كبير. يمكن بدأنا في 2018 خط أساس للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية كان قرابة 28%، واليوم
وصلنا تقريبا إلى 42% مع طموح إلى الوصول إلى نسبة 75 أو 70% في 2030. فهذه كلها مع بعض كانت ممكنات أساسية لتمكين الصناعات المحلية. وزي ما تفضل يمكن معالي الوزير في كلمته، يمكن المحتوى المحلي هو أصبح جزء من منظومة كاملة للحكومة تأخذ المنتج أو الخدمة المحلية من بداية الفكرة إلى نهاية التصدير إلى الأسواق الإقليمية. تلقى في كل مرحلة من المراحل هناك جهة ممكنة وسياسة معينة أو تمكين مالي يساهم في هذه الرحلة بشكل سلس لخلق صناعات مستدامة، وهذا هو أتوقع الهدف الأسمى. ممكن طال عمرك تلقي لنا الضوء على عدد من التشريعات الأخرى يعني تحضرك الآن؟ لو بركز بس على في سياق المحتوى المحلي، يمكن القائمة الإلزامية المنتجات الوطنية هي أحد الأدوات اللي بدأنا فيها في ديسمبر 2019 بمئة منتج محلي، واليوم وصلنا إلى أكثر من 800 منتج. هذه القائمة تختص بالمنتجات اللي يوجد لديها قدرة صناعية محلية وجودة مطابقة للمواصفات السعودية، وبالتالي توجيه الطلب الحكومي لهذه المنتجات نحو الصناعات المحلية. هذه تقريبا يمكن من أحد أهم الآليات اللي عملنا فيها في ضمن نطاق المشتريات الحكومية. جميل. الأستاذ خليل بن سلمة، رئيس تنفيذي المركز الوطني للتنمية الصناعية، كنت سأسألك أيضا عن كجهاز فني في الوزارة، ممكن تحدثنا عن دور المركز الصناعي في تقديم الخدمات الاستشارية للقطاع الخاص، أيضا ربط المستثمر المحلي بالمستثمر العالمي؟ السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أولا على الاستضافة الرائعة، يمكن من مو الغريب بس دائما أكون في الطرف الآخر من هذا اللقاء. الواحد الآن يعني يشعر بفخر أن أيضا في الطرف الجيد أن نقدم الخدمة لما كنا نطمح له سابقا. فالمركز الوطني للتنمية الصناعية من اسمه يمكن يقوم على أربع محاور أساسية: كيف تنمي الصناعة، تنمية الصناعة تأتي من معرفة ما هي المادة المستهدف إنتاجها في المملكة، البنية التحتية المطلوبة، المادة الخام والمنتج وسلاسل إمداد المواد الخام. هذه يمكن أحد الركائز المهمة. زي ما تفضل معالي الوزير، الهدف الأساسي هو الربح، عشان يضمن الربح لازم تكلفة الإنشاء تكون أيضا ضمن المعقول، وأيضا مدخلات الصناعة تكون محفزة للنمو. وهنا يأتي ترابط يمكن المنظومة كاملة اللي هو ما بين تكلفة الإنتاج المحفزة وأيضا السوق المحلي من هيئة المحتوى المحلي مشاريعات الحكومية، وأيضا تنمية الصادرات والبنك الصادرات. نأتي على الركيزة الأهم من هذا كله اللي هو تنمية الموارد البشرية، القدرات البشرية التي تستطيع أخذ هذا المنتج إلى النمو المستدام. يمكن هذا الدور كان ما هو واضح أيضا للعموم، اللي هو العمل مع مراكز التدريب المهني، سواء معهد الصناعات الغذائية وإن شاء الله المعهد القادم أكاديمية السيارات اللي تكلم عنها الأخ الفاضل قبل قليل. الأكاديمية اللي بتوعنا أيضا how to design، تصميم وأيضا تطوير المنتجات إن شاء الله مستقبلا. ففي أحد يمكن تكلمنا اليوم مع أحد المستثمرين المعروفين هنا في البلد اللي هو صناعاتنا التحويلية في مجال البتروكيميكال، فعادة يكون فيه نوعين من التنمية الصناعية: تنمية على صناعات قائمة، ما هي التشريعات التي يعني يحتاجها إلى الانطلاقة لنمو أكبر. نعم. فكان واحدة منها البتروكيميكال، كيف نضمن أيضا الاستفادة من الميزة التنافسية في كامل سلسلة الإمداد. جميل. البتروكيميكال صناعات التعدينية، وإن شاء الله هذه أيضا قادمة خلال نهاية الشهر وبداية السنة القادمة على أقصى تقدير. هذه بتعطي دفعة كبيرة جدا للاستثمار في الصناعات، يمكن تقدر بيمكن 4 أو 5 أضعاف ما رأيناه سابقا بإذن الله. هذه واحدة منها، والأشياء الأخرى يمكن نتطرق لها في لقاء آخر. تسلم. أعود لي مع الوزير.
يعني شاهدنا في السنوات الماضية شركة لوسيد، هيونداي، مؤخرا مصنعين للأدوية في السكري. السعودية أصبحت تحتضن هذه عمالق الصناعات. ما الجديد؟ هل لديكم تصور للشركات القادمة 2024 2025؟ اليوم المملكة الحقيقة أثبتت أنه هي جادة في التوطين، فالرسالة واضحة للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية اللي عندها حصة سوقية في المملكة. يمكن ذكر الدكتور فهد قبل شوي أنه الشركات طبعاً من مصلحتها أن تنتج في المكان اللي تبغاه وتبيع ويعني وتحافظ على السوق، لكن إذا حست بأنه عدم وجودها في السوق يعني فقدانها لحصة السوقية فتبي تتحرك. فأعتقد أن اليوم من أهم الأشياء الرسائل الواضحة اللي راحت من المملكة للعالم بأنه المملكة تستهدف إلى تنمية القطاع الصناعي، تستهدف إلى وجود محتوى محلي عالي، خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات البلد، وظائف نوعية، جعل المملكة منصة لوجستية عالمية. فبالتالي الرسالة هذه واضحة. ويمكن دائما أذكر مثال زيارتي الأولى لدافوس في عام 2020 وزيارتي الأخيرة في دافوس عام 2023، بينهم سنتين، فرق شاسع في اللغة اللي كنا نتكلم فيها مع المستثمرين. في 2020 كل يعني يتساءل هل هالكلام صحيح، هل جماعة ذول جادين؟ في 2023 الكل لا يناقش هل أنا أجي أو ما أجي، يناقش وش تبغون يسوي، كيف أقدر أدخل قطاع مثل قطاع الصناعات الدوائية. عندما أصبح هناك تصور واضح لتوطين الصناعات الدوائية، في عمل مشترك ما بين كل الجهات التشريعية المسؤولة عن الموضوع وبقيادة وزارة الصناعة، ولكن في كل الوزارات والوزراء اكشولي أصحاب المصلحة، ابتداء من وزير الصحة، وزير المالية، وزير الاستثمار وهكذا. فالرسالة واضحة، الشركات اليوم تبحث عن أماكن للاستثمار. طبعا في تحديات عالمية، أيضا الشركات العالمية لديها تحديات في سلاسل الإمداد، في المواقع وين تنتج. نعتقد أو نجزم أن المملكة من أفضل المواقع التي تستثمر فيها أي شركة عالمية، موقع جغرافي متميز، في استقرار مالي، استقرار سياسي، نافذة على العالم. طبعا موقعنا الجغرافي بما فيه من 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 يعني خدمات لوجستية، لكن أيضا عندنا تنافسية عالية، يعني أسعار الطاقة عندنا تعتبر من المقومات المهمة جدا. يمكن نحتاج نشتغل مثلا على موضوع تطوير الموارد البشرية، لذلك في شغل كبير. اليوم لدينا وكالة مستقلة في وزارة الصناعة مسؤولة عن تطوير القدرات البشرية وهكذا. لذلك أنا أعتقد أن اليوم ما هو القادم؟ القادم أنه كل واحد عنده حصة سوقية كبيرة أول شيء بيحافظ عليها. يعني لا يمكن تتصور أن هونداي بتجامل السعودية، لو ما شافت في مصلحة ما راح تيجي تستثمر. لوسيد صحيح أنه المملكة مستثمر فيها وكل شيء، لكن أيضا في نفس الوقت لا يمكن تجامل المملكة، وهي تستهدف التصدير على فكرة. لوسيد خطتهم أنه 70% من إنتاج هذا المصنع للتصدير. فموقع المملكة الجغرافي وتنافسيتها والصناعات الدوائية بتجي، الصناعات المرتبطة بكل شيء نحتاجه، يعني قطاع النفط والغاز هذا بيكون فيه تحول كبير جدا، شركات زي أرامكو ولا سابك ولا أيضا قطاع الطاقة، في سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، عمل كبير جدا. جميل. مع وزارة الطاقة لتوطين هذه الصناعات، لذلك الفرص كبيرة في هذا المجال أيضا. شكرا معالي الوزير. أنا لدي أكثر من 150 مشاركة من حضورنا الكريم، وأيضا أرى الأيدي ترتفع لبعض الاستفسارات. إذا اسمحوا لي ضيوفي نبدأ بتلقي الاستفسارات، نستفيد من وقتكم ووقت الضيوف الكرام. فسوف أبدأ مع الوزير بسؤال موجه هنا عبر
ضيوفنا بتقنية الباركود أحمد بن سعد الكريديس، يقول أن مع الوزير هل حان الوقت إلى تغيير المناهج الدراسية وتوجيهها إلى أن تكون تقنية وصناعية أكثر؟ بمعنى آخر هو يتحدث عن ربط السوق الجامعات بسوق العمل. واضح السؤال. أولا يعني يكفينا أنه من يقود الآن وزارة التعليم هو صناعي ورئيس شركة سابقا الأخ يوسف، أدرى وأعلم باحتياجات. اللي بطمنكم عليه يا أخوان، التغير اللي صار في الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجديدة يعني من 10 إلى 20 سنة جعلت ترى التعلم في القطاع الصناعي أسهل بكثير من السابق. اليوم حتى الريسكيلينج للأشخاص اللي عندهم يمكن شهادات غير تقنية ممكن أنهم يتعلمون. يعني اليوم مع المشين ليرنينج أو التعلم الآلة أو الطباعة الثلاثية أو التقنيات بشكل عام، أعتقد أنها أنا لست قلق على الموضوع. والمواءمة ما بين القطاع التعليم وقطاع التدريب والتأهيل قائم، ولست قلق اليوم. بالعكس، إحنا اليوم نحتاج بياعين عندنا في الوزارة يبيعون البرامج اللي عندنا اللي تكاد تكون يعني رمزية إن لم تكن يعني مدعومة أصلا بالحكومة. جميل، فما عندي قلق من هذا. جميل. في سؤال لفتني مع الوزير، ولا أعرف إذا كان أيضا أحد ضيوفك ممكن أن يجيب عليه، من الأستاذ محمد: كيف يمكن دعم الصناعة المحلية من منافسة المواد المستوردة التي تصل إلى المملكة بطرق مختلفة وأيضا تباع بسعر حقيقة ينافس المنتج المحلي وربما يتفوق عليه لأسباب كثيرة؟ سؤال وجيه، ولكن المشكلة هذه من زمان لقينا لها حل، وهذه يمكن من الأشياء اللي تكلم عنها الدكتور أحمد. لجنة عدالة المنافسة هذه أنشئت تقريبا بعد يمكن تعييني بشهر أو شهرين، وكان لي لقاء مع سمو الأمير الله يحفظه وذكرت له يعني نفس الكلام تقريبا اللي جاء في السؤال، وبدأنا في عمل لجنة. اليوم اللجنة تعمل فيها تناغم مع كل الجهات، ويعني يعني معظم، ما أبغى أقول كل بس أقول معظم الطلبات اللي جتنا أو التحديات لها حلول. اشتغلنا على 33 تشريع الآن ننفذ يعني نطبق فيه بدون شك، يعني ضبط المواصفات، الرقابة في الأسواق وإلى آخره. اليوم التقنية أيضا مرة ثانية تبي تخدمنا. سلسلة أصحاب المصلحة في الاستيراد مختلفة عن سلسلة أصحاب المصلحة في الصناعة. التجارة مختلفة، سلسلة طويلة، وتضيع المسؤولية ما بين المستورد الكبير أو الشركة المصنعة. هذه بدينا نقضي عليها، واليوم الحمد لله أسواقنا أفضل بكثير من ما هي عليه. وأي شخص يعني عنده تحدي في المنافسة، خاصة المنافسة غير العادلة اللي جاية من سواء إغراق أو جودة أو غيره، إحنا يعني مستعدين نساعد. الكثير صراحة يسألني هنا وأيضا على مستوى شخصي قبل بدء هذه الجلسة معالي، إنه موضوع المقابل المالي ويشكل تحدي، يشكل لا أعرف، الكثير من الناس يرون أن الموضوع يحتاج إلى حل. ما هو برأيك الحل، أو أصلا هل ترون أنه مشكلة؟ يعني هو مشكلة أو غير مشكلة أتركها لأصحاب، لكن المقابل المالي عندما أقر تحمل الدولة المقابل المالي كانت رسالتنا واضحة في الوزارة: أمامكم 5 سنوات عندكم مجموعة حلول. أول حل الأوتوميشن، يجب أن تشتغلون على أنه تطوير نماذج العمل بحيث أنها تكون تستخدم التقنية، وعندنا برامج لدعمكم سواء في الصندوق الصناعي. الصندوق الصناعي عندهم برنامج رائع، عندنا برنامج تحول 4000 مصنع إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة وغيرها. الأمر الآخر هو التدريب والتأهيل. في بعض القطاعات تحتاج إلى دعم، وفي برامج والحل الثالث هو أنه
إذا كان لا يستطيع كذا أو كذا، يا أما يعني العائد المصنع يوفي معه أو يطلع من السوق. ولذلك أنا ما عندي رد، يعني ما عندي وضوح في التوجه الآن، والموضوع يدرس. لكن أنا بقول لكم بكل صراحة، لو ترك الموضوع لي أنا الحالي، أي مصنع ما بذل جهد، أي مصنع ما بذل جهد في أنه يتخلص من الأعمال الرخيصة اللي تسبب له هذه التكلفة الإضافية، ولديه حلول أخرى كان بإمكانه الحصول على تمويل أو دعم من الحكومة، سواء من خلال التمويل أو التدريب، فهذا لا يستحق أن يستمر له تحمل الدولة المقابل المال. شكرا. آخر سؤال من أسئلة الباركود، وبعدها سوف أفتح المجال للإخوة الضيوف بعد السؤال هذا. طال عمرك، أبشر. باسم فايز العنزي يسأل: ما هي استراتيجية التسويق لدى القطاع الصناعي في الدول الأخرى؟ الدول الأخرى؟ نعم. لما نستهدف التصدير، هل يعني هناك نفس السؤال؟ تصدير ولا التسويق؟ ما هي استراتيجية التسويق لدى القطاع الصناعي في الدول الأخرى؟ يتسق مع سؤال آخر: لماذا لا يوجد سفراء للصناعة؟ يعني المستثمر لا يستطيع أن يصل دائما إلى القطاعات الواعدة. يعني السؤال طبعا واسع، يبي له كتاب عشان الواحد يجاوب عليه، لكن الإجابة السريعة بدون شك من الواضح، والواضح جدا بالنسبة لي، أن القطاع فيه نقص شديد جدا في التسويق. محاولتنا طبعا من خلال صنع في السعودية هي أحد محاولات، لك لا تكفي، لذلك يجب تستثمرون في التسويق يا أخوان، لازم تستثمرون في التسويق. لا يكفي أنك تصنع منتج، مجرد تصنيع المنتج لا يعني أنك تبي تبيعه. ولذلك يعني ترى التجارة هي صناعة، لازم تبع تجارة. فإذا تصور أن المصنع يعني مجرد أن صنع باع، فأعتقد هذا لازم يكون عندنا استثمار في التصنيع. أنا سألت عبد الله قبل شوي، قلت يعني مؤتمركم هذا ما في ولا واحد من القطاع الخاص قدم له رعاية، هذه مشكلة. إذا المصنعين لا يحسون بقيمة أن يحطوا عندهم ميزانية للتسويق، أعتقد أنه يجب أن يراجعون أنفسهم، لأن الصناعة ليست قطاع مستقل. الصناعة يجب أن تبعها تسويق ومبيعات وخدمات ما بعد البيع وإلى آخره. إيش تفسيرك مع الوزير من خبرتك كمستثمر سابق واليوم كوزير بأمان؟ تفسيري أنه المصنعين مثل المزارعين، يركزون على الإنتاج. ترى المزارعين لا يعني الزراعة تعاني من نفس الإشكال، ولذلك اللي يكسب في الزراعة هو على قولتنا الشعبية الشريطي. فأنا متأكد أن الصناعة اللي يكسب منها غير الصناعي، وهذا لازم يعني نغيره، لأن اليوم الفرص في التسويق والفرص الوصول للأسواق أصبحت يعني متاحة. يعني يعني الأدوات الحديثة والتسويق الإلكتروني وغيره، كلكم ما شاء الله في بيوتكم أكيد تعرفون، يعني ما أحتاج أتكلم. عندنا مندوبين مشتريات في بيتنا، كل واحد ما شاء الله في بيته زوجته وعياله مندوبين مشتريات بس يشترون. فاليوم الوصول للأسواق أصبح سهل. أي مشروع لا يفكر إلا في الإنتاج، هذا تفكير قاصر. وإذا كان في حاجة للمساعدة، إحنا طبعا شغالين على برينستورمينج داخل الوزارة وبعض جهات المنظومة، إن إحنا نحاول نتعامل مع التحدي. لكن إجابة على سؤالك، للأسف في ضعف في الإيمان بأهمية التسويق. جميل، نذهب إلى الحضور الكرام. نبدأ بالأستاذ الكريم، وأرجو أن تكون المشاركات مقتضبة وسؤال مباشر الجميع. في البداية حقيقة يعني كل الشكر والتقدير حقيقة لمعالي الوزير ووزارة الصناعة ولكل الزملاء في الجهات المختلفة من الوزارة. حقيقة نجد كل الدعم وكل المساندة وكل العمل الرائع اللي تقدمونه. عندي يمكن سؤالين. السؤال الأول، طال عمرك اليوم بحكم هالقفزة في الصناعة ودعم الصناعة السعودية وكثير من الاستثمارات اليوم مقبلة في الصناعة، يعني هل تجدون اليوم صندوق التنمية الصناعي الإمكانيات المالية أو رأس المال أو ما شابه ذلك، يعني بصفتكم رئيس مجلس الإدارة، هل هي كافية للمرحلة القادمة؟ هل هناك يعني ضخ لمزيد من الأموال فيه؟ هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، بالنسبة لموضوع المقابل المالي،
يعني أتفق إلى حد كبير مع معاليكم، ولكن قد يكون في بعض المهن مثل السائقين مثل العمال كذا من الصعب أنه تكون فيها سعودة. هل تجدون أنه دعم على الأقل هذه الجزئية لبعض المصانع خلال الفترة القادمة اللي يستطيعون أنه يكون في إقبال؟ لأن اليوم السعوديين ما في إقبال على بعض المهن مثل السائقين أو العمال، شيء من هذا القبيل. مع الشكر الجزيل. طيب أنا بس عشان تكون إجابتي واضحة، أنا في إجابتي على موضوع المقابل المالي ذكرت بكل صراحة لو تركوا الأمر لي أنا شخصيا، الأمر ليس لي شخصيا، موضوع يدرس على مستوى أعلى من كذا. لكن زي ما أنتم تطالبون بالمقابل المالي رفعه، في غيركم يطالب يوظف عياله، فلازم نوازن بين المصالح الوطنية. لو ترك الأمر لي، وأنا رأيي إن شاء الله له وزن أيضا، الوظائف التي لا يمكن سعودتها أو من الصعب على الأقل سعودتها أو بتسبب تكلفة عالية لن تكون ضمن يعني الوظائف التي يكون عليها مقابل مال. لكن أنا برجع أقول هذه بلدنا، إذا ما استطعنا أن نشتغل مع بعض بحيث أن احنا أيضا نوجد صناعة قادرة على الاستدامة وقادرة على المنافسة في كل مكان في العالم، ترى بيجي وزير وبيروح وزير وبتجي مبادرة وبتروح مبادرة، والكلام اللي قاله أبو خالد جزاه الله خير ومدح فينا، وهذا الشيء مو أنا اللي سويه، هذه حكومة مكتملة قاعد تدعم. لكن أيضا لازم نعرف أنه في النهاية فيه أولويات لازم نوازن بينها. الصناعات التي تواجه تحدي ومنافسة عالمية وتحتاج إلى يد عاملة رخيصة أنا أول واحد بدافع عنها، لكن الصناعات اللي أمامها فرصة أنها تؤتمت أو تحط نماذج عمل تستطيع أنها توفر في العمالة بشكل كبير وما اتخذت هذا القرار كسلاً وتساهلاً ولم تستفيد من المبادرات الحكومية، هذا أعتقد أنه يعني أصلاً لو ما إحنا تدخلنا السوق بيطلع برا. بالنسبة لموضوع رؤوس الأموال للصناديق مدعومة بدعم كبير جداً، اليوم دور الصندوق الوطني داعم، سمو سيدي الله يحفظه يعي أهمية ويدفع تجاه تمكين الصندوق الوطني في كل القطاعات التنموية اللي يدعمها، فلذلك أنا ما عندي قلق حقيقة. اليوم طلباتنا واحتياجاتنا معروفة وسوف يعني توفر لها الأموال الكفيلة بذلك. لكن منظومة التمويل ترى منظومة كبيرة، الصندوق أيضا يعمل زي ما قال سمو الأمير سلطان أنه يعمل مع القطاع الخاص البنكي بحيث أنه توسيع نشاط الإقراض للقطاع الصناعي. الإكزم نفس الشيء، لا يمكن الإكزم أن يمول كل الصادرات، لازم أيضا نحفز البنوك، نحفز الأدوات الأخرى، نحفز قطاع التأمين على الصادرات أنه يشتغل. جميل. بحيث أنه نرفع الطاقة. جميل. تسمح لي بسؤال أخير طال عمرك؟ أخير. تفضل. السلام عليكم. الشكر والتقدير لمعاليكم ولصحبكم الكرام. أنا هزاع الهزاع رئيس لجنة التعدين بغرفة الرياض. مداخلتي معالي الوزير، المداخلة الأولى هي فيما يتعلق بتصنيف بعض الصناعات بأنها صناعات مساندة وليست تحويلية، مع العلم بأن الهيئة العامة للإحصاء أقرت أن هذه الصناعات هي صناعات تحويلية وليست مساندة. وأضرب مثل أضرب مثلاً أنت قصدك يا أخوي هزاع للتصنيف اللي متعلق بمدن؟ التصنيف اللي مو متعلق بمدن فقط، وإنما يطول العمر مثل مصانع، أذكر مصانع الحجر والرخام والجرانيت صنفت على أساس أنها صناعة مساندة وهي صناعة تحويلية. الهيئة العامة للإحصاء، لا السؤال بس السؤال الله يحفظك، لأن الوقت أنا يا أخوان مضطر أسافر، أنا مشارك في الكب. نعم. في دبي لازم أطلع. أنت سؤالك التصنيف ما تفرق، ما هو السؤال أستاذ هزاع؟ التصنيف الله يحفظك أنه الآن الصناعات المساندة هي صناعات مضرة بالبيئة، هذا تعريف وزارة الصناعة لها، صناعات مضرة بالبيئة، صناعات مضرة بالبنية التحتية. لذلك أنا سألتك. نعم. الوزارة ما عندها هذا التصنيف اللي تتكلم عنه، تصنيف عند مدن. وليس عند. طيب خليني أشرح لك بس يسمعون الأخواني يفهمون. نعم. هذا تصنيف مدن. نعم. لأن مدن
لجأت لهذا التصنيف لتستطيع أن تحدد مجموعة من الصناعات اللي تحتضنها المدن الصناعية في وقت من الأوقات. اليوم احنا شغالين مع مدن على تغيير هذه التعريف. هذا التعريف ليس للوزارة، أول شيء لازم يكون واضح، هذا التعريف ليس للوزارة، هذا التعريف عند مدن لاستخدامه في التفرقة في الأسعار وفي المناطق التي تعطى فيها التراخيص لبعض الصناعات عشان ما تأثر على الصناعات أخرى مثل الصناعات المرتبطة بالغذاء أو الدواء أو غيره. بس اليوم احنا الإخوان في المدن شغالين على التغيير باشتراطات معينة لضمان أيضا أن المنطقة اللي موجودة فيها الصناعات ما يكون فيها تأثير على الصناعات الأخرى. جميل. بس معالي الوزير لو تسمح لي، أنا ملتزم في وقت معين. ترى أنا ما أكملت سؤالي، بودي أننا أستاذ هزاع بإذن الله في مناسبات قادمة كثيرة رحاب الصدر الوزير كانت اليوم مشهودة، لابد أن أنهي هذه الجلسة لأن لدينا جدول نلتزم به. أشكر معالي الوزير وأتمنى أن تبقى معي لتكريم خاص لكم. أشكر سمو الأمير سلطان بن خالد آل سعود، سعادة المهندس خليل بن سلمة، وأيضا عبد الرحمن السماري، وأخيرا نايف الشمري. شكرا جزيلا لكم. يبقى معي الوزير، أدعو الأستاذ عجلان العجلان وأيضا عبد الله إبراهيم الخريف لتكريم معالي الوزير، وأيضا بعدها مباشرة أدعو أعضاء اللجنة الصناعية لصورة تذكارية مع ضيف وراعي هذا الحافل معالي الوزير. نشكر معالي وزير الثروة الصناعية والصناعة بندر إبراهيم الخريف على حضوره الكريم، وأيضا رحابة صدره في الرد على استفسارات الجمهور. الآن ندعو أعضاء اللجنة الصناعية لصورة تذكارية جماعية مع الوزير. الأخوة أعضاء اللجنة الصناعية تفضلوا. أعضاء اللجنة الصناعية يتفضلون على الستيج للصورة التذكارية مع وزير الصناعة والثروة المعدنية. غرفة الرياض تشكر كافة حضورنا الكريم على تواجدهم هذا اليوم وإثرائهم لهذه الجلسة السابعة لملتقى الصناعيين. نشكركم من باسمي وباسم غرفة الرياض. أنا كنت معكم عوض الفياض، قدمت هذا الجلسة السابعة، ونلتقيكم في جلسات أخرى في القريب العاجل. شكرا جزيلا.